تصحيح المفاهيم لازم كاين امور نصحوها باش نقدروا نمشيو. الحاجه الاولى واش هي؟ ان الاخلاق انما هي عباره عن اعمال او عن تكف الاذى وتبذل الندى لوجه الله. هذه الاخلاق، هذا هو تعريف الاخلاق الحقيقي، انك تكف شرك، تكف شرك الاذى تاعك، ما تخليش الاذى تاعك يطلع لغيرك. والامر الثاني واش هو؟ انك تمد الخير للناس، تبذل الندى ولو بابتسامة تصدرها من وجهك، ولو عندك وجه شباب يبتسم ما شاء الله بشوش يبتسم في وجه الناس، خلق حسن هذا. الأمر الثالث وش هو؟ أن يكون ذلك لوجه الله عز وجل. لماذا؟ لأنه كان نحيو كلمة لوجه الله تولي الأخلاق هي عبارة عن حضارة فقط، ما توليش أخلاق عندنا في ديننا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني يضفي عليها الإيمان بالله عز وجل حتى يولي المسلم كي يدير خلق حسن ويتحلى بخلق حسن ينويه لوجه الله عز وجل في يأخذ فيه الأجر. أما الآخرون من الكفار، اليوم الكفار فيهم أخلاق حسنة، شوف فيهم أخلاق حسنة، يعاونوا المسكين ويديروا أمور مليحة، مش كاملة لا، يديروا أمور، فيهم أمور يقدروا يتصدقوا، وتقدر تشوف واحد كافر ما يكذبش، يصدق معك ويخدم خدمته ويكون وفي معك وما يظلمش مثلا، ولا تلقاه جار حسن يحسن الجوار، أو أنه يشوفك طايح أمبان يرفضك يعاونك، يقدر يدير الخير. بصح هذه الأمور اللي يديرها هو، ولا يحترم لاشان، ما يحرقش لاشان، يحترم الدور تاعه ويحترم إنسان كبير يخليه يجوز. هذه كلها هي عبارة عن نظام اجتماعي فيما بينهم، نظام اجتماعي، لأن الكافر غير متخلق في الأصل، الكافر مش متخلق. أقول لك علاه، لأنه أساء الخلق مع الله، هو خسرها مع ربي. بالنسبة لنا احنا في ديننا مش متخلق، علاه؟ لأنه يقول بأن الله عنده صاحبة، ويقول أن الله عنده ولد، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، واليهود قالوا يد الله مغلولة، وقالوا الله فقير ونحن أغنياء، يعني تكلموا في الذات الإلهية. إذن هذا الناس ما همش متخلقين، هذو ناس منظمين. لذلك الآن لما يغيب عنهم القانون تلقى هذوك الناس يعيشوا همج. شوف في فرنسا قبل سنتين تقريبا، هذوك التراموي والمترو هذوك داروا الاضراب، صارت الحافلات فقط نتاع الدوله اللي تخدم، يعني الحافله لتر فد نقولوا 50 يستنوا فيها في 800، يعني شكون اللي يطلع شكون يريح. والله العظيم يحكيوا لي الناس حاضرين تما الناس، وبتواتر الحكايه بالتواتر، والله العظيم غير الشباب القور تاعهم، الشباب غير يشوف عجوزه ولا شيخ طالع يهبطوا ويطلع هو. وانا شفتها بنفسي يعني كم من مره، والله ما شفت واحد فيهم ينوض ويخلي عجوزه ولا شيخ يقعد. كي يقعد شاب 14 سنه 16 سنه 20 سنه 30 سنه 40 سنه يريح كيما راه هكذا، تجي عجوزه في عمرها 100 سنه توقف عند راسه والله ما تقعد، والله ما هي قاعده. نوضت انا خليت المراه تقعد، الناس كامل تخزر فيا، شنو هذا؟ قالوا لي شنو هذا؟ سما وكاني درت حاجه غريبه، كيفاش تخلي مكانك؟ هي استغربت قالت لي كيفاش تخلي المكان تاعك؟ قلت لها احنا ما عندناش هذه، ما عندناش واحد راجل قاعد ومراه واقفه، ما عندناش هذه، احنا ما تجيش، ديننا ما يسمحلناش في الامر هذا. شوفوا ما اجمل الدين اذا اعطينا له الاخلاق، ما اجمل الدين، شحال مليح الدين كي تعطي له اخلاق، يولي عبك حاجه شابه ما شاء الله. شوف انت خير في الحومه تاعك كامله، انسان متدين ومتخلق، انسان متدين ماشي متخلق، شكون اجمل عندك انت؟ الاخر تقول كي تشوفه تقول ما نزيدش نصلي، والاخر كي تقول شحال مليح الدين تاعنا. وشكون اللي يغير لك النظره تاع الدين؟ اخلاق، تربيه. نسال الله يهدينا، نسال الله يهدينا، ماناش كاملين على كل حال. ولذلك الان نجد ان احنا عندنا حاجه، اسمعني مليح هذه يفهمها، احنا عندنا حاجه، عندنا كي نقيو ونرفدوا الكارط من الطريق ونرميوه في القمامة، وكي نقولوا للناس السلام عليكم، وكي نحترموا الكبير، وكي نعاونوا إنسان طبعوا معه سيارة، وكي نحترموا الجار، وكي نحطوا السيارة تاعنا في مكانها ما نأذيوش الناس،
وكي نحترموا الدور لاشان نحترموا نخلو جينا الاخرين قعدوا الاخرين راني الخامس نبقى الخامس كي نكونوا بهذيك الطريقه كامله ماشي حضاره ماشي معناتها متحضرين متدينين بدلها هنا بدلها معناتها متدينين ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق منا نعاودوا نسقموا منا نبداو نسقموا كي نعاودوا نفهموا ونحيوا العقليه باللي علاش حنا ما نكونوش كيما القور ونديروا علاش حنا ما نتنقاوش كيما القور علاش الحومه تاعنا ماشي كيما تاع القور يا ولدي علاه ما تقولش علاش الحومه تاعنا ماشي كيما تاع المسلمين علاه ما تقولش هذا الكلام تقول لي المسلمين مسخين لا لا المسلمين تاع صح ماشي هكذا المسلمين ماشي كيما رانا حنا اليوم المسلمين الحقيقيين اضرب مثل بالاندلس في زهوها وبهوها شوف الاندلس لما كانت قمه الحضاره روح شوف احياءها قمه الى يومنا هذا هم يدرسوا في حضاره الاندلس وكل ما اخذوا من القوانين استنبطوها من دوله الاندلس الان شوف الاندلس كيف كان المسلمون شوف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الاخلاق واش دارت لهم ناس واحد عايش في الصحراء واحد عايش في الجمال مع الجمال واحد عايش مع الحروب والانتقام والقبلية جابهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا رومي وهذا حبشي وهذا قرشي وهذا أوسي وهذا خزرجي وهذا كل واحد منين فيهم حتى اليهودي دخلهم للإسلام وعطانا واحد المزيج وعلمهم الأخلاق والدين ولات أمة ما عندها بيبان في الديور تاعها بيبان ما كاش ما تخاف واحد يسرقك ولا واحد يقتلك ولا واحد يتعدى عليك مالك خليه كيما راح بيتك بيتك وش عندك من المال وش عندك من الأمور الكنوز خليهم لداخل الدار وين ترقد روح تغيب شهرين ثلاثة السفر عندهم شحال السفر الأخراني شهرين ثلاثة الأخر اللي ما تسمى اللي ما يغيبش ما يغيبش كي يروح شهرين ثلاثة ما يجيش يتعودوا لأمانتك محطوطة ما عندهمش بنوك يخبوا فيها أموالهم والذهب تاعهم ما عندهمش وين يحطوا دراهمهم ما عندهمش وين يحطوا سلعتهم ما عندهمش حاطينها كيما راهي شوف حتى جا شوف قصة سعد ويزيد جا يزيد جا سعد واش دار أمة متخلقة ناس فقراء عنده صدقة حب يحطها واش يدير الجامع كامل فقراء 70 واحد من أصحاب الصفة قاعدين قدام من دار النبي عليه الصلاة والسلام يستناو كش واحد يجيب لهم ياكلوا فقراء بيتين برا كيما نقولوا احنا أزدياف ما عنده لا دار لا دوار قاعد برا يستنى كش ما يجيب له الرسول عليه الصلاة والسلام كش صدقة يمدوها للنبي عليه الصلاة والسلام يخرج يعطيها لهم أبو هريرة وابن أم مكتوم وغيرهم من الصحابة اللي ما عندهمش الديور مساكن فقراء بصح عندهم العفة قاعدين في المسجد يجي الرجل يجيب صدقة يحطها عند باب المسجد هذيك الصدقة هذيك تحطت عند باب المسجد واحد ما مسها إنسان ما مسها قاع فقراء اللي يجي وش يدير يقول لك لعله كاين أحوج مني لي يدخل يقول لك لعله كاين واحد راح يكون أحوج مني يعني واحد الأمة حنايا وكان يقولوا لنا درك حنايا يا إخواني الكرام لو كان يقولوا لنا باللي هذيك الحاجة راح تنقطع تروح تشري انت منها 10 و20 وتسمع باللي جارك والله ما عنده والله تقول لهم بالك وتجيبوا له خبر باللي راه عندنا هذيك الحاجة هذيك بالك تزيد تنقطع بالك تغلى ما تعرف بالك نعاودوا لها البيع هكذا تفكر هكذا انت بصح الناس ما تفكرش هكذا هذوك الأمة باش رحمهم الله كانوا ناس رحماء فيما بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم هذوك الناس كي يجي يدخل هو للمسجد يلقى الصدقة محطوطة يقول لك بالك كاين ناس أحوج مني يدخل يصلي ينساها شكون جاء وليده هذاك اللي حط الصدقة جاء وليده يعني هذاك اللي حط الصدقة العائلة تاعهم فقراء وليده شافها رفدها داها للدار الدار قال لهم صدقة جات لقيتها في الجامع أم حطوا لنا صدقة لأفقر عائلة جبتها لكم جاء بابه مين جات هذه قال جابها وليدك جابها ابنك هو اللي جابها راح حكم وليده قالوا علاه تدي فيها نرجعوها للمسجد قالوا انا حطيتها في المسجد قالوا لقيت باللي احنا اولى الناس قالوا ما دخلكش قالوا انا عارف شو راني ندير قالوا انا حطيتها باش يبان من هو احوج منا يديها شوف عائله فقيره قاعده تصدق وشكون يدي صدقه ما لقوش شكون يديها وكاع فقراء اذا الان راحوا عند النبي عليه الصلاه والسلام قالوا النبي عليه الصلاه والسلام خذها وديها لبيتك ولك ما نويت يا سعد ولك ما اخذت يا يزيد
يعني انت عندك نيه الصدقه تاعك ثابته وانت يروح دي الصدقه هذيك في سبيل الله. اذن شوف الامه هذه متخلقه اليوم. احنا اي شيء لما غابت الاخلاق اي حاجه الخير ينقطع. روح دوكا انت يا برا روح كن يعني انسان محسن هكذا وحاول تنقي الدنيا وشري من عندك زعما مثال حبيت هكذا تولي ناس ملاح وتشري من عندك قمامات وحطهم في الاحياء دير 20 30 هكذا قمامه وحطهم في الحي قال على الاقل الناس كي ترى يلقى حاجه ولا يرميها غدوه يدوها جماعه البلاستيك يدوها ما تلقاهاش ما كاش الروغاري تنحى تطيح لداخل نتاها. سما كيفاش تولي كيفاش تعيش تولي كل حاجه لازم لها لازم لها لازم لها. اليوم لا تلحق لا درك ولا شرطه ولا يلحقوا مع الناس. لماذا؟ لان كي يغيب الوازع الديني يا اخواني الكرام تخرب الامه. ما يقدر لها حتى واحد ما يقدر لها. تقدر تعي تفتح في المحاكم ودير القضايا ودير السجون وتعاقب وكذا ما تقدرش تعاقب. لماذا؟ لان احنا الامه الاسلاميه مبنيه على امرين، مبنيه على الوازع الديني اللي هو احنا نسميه الوازع، ومبنيه على مكمل وهو الرادع. القانون رادع ماشي وازع، القانون ماشي هو الاصل عندنا احنا، يعني الاصل فينا اننا نمشي بلا قانون، والقانون يكمل برك يكمل. غير اللي هذاك حاب يخرج من الطريق، يعني انت كي تحترم الاشاره، اشاره المرور، تحترمها لانك مسلم، ماشي راح يعاقبوك. وكي ما ترميش في الارض، ما ترميش لان ماشي لانه على جال الجزائر ولا على جال هذه، لا لا، ما ترميش في سبيل الله. لان اماطه الاذى تعتبر شعبه من شعب الايمان. هذا الدين تاعنا عنده علاقه وطيده يا اخواني الكرام ما بين ديننا ومعاملتنا. وهذه المصيبه احنا اللي رانا فيها. اولا صححنا المفهوم وهو ان الاخلاق يجب ان تكون لله. ما تكونش هذه الاخلاق عباره عن افعال نفعلوها وحابين نولوا كيما القور، لا، ماشي كيف كيف. واش راهم يديروا القور من الاخلاق؟ هذيك يسموها هما حضاره ويسموها قوانين، ولكن هم تتدهور مع الوقت هذيك الحضاره. شوف الان عندهم مثلا في البرامج التعليميه من سنه اولى ابتدائي لا يوجد شيء يسمى احترام الكبير، ولا يوجد حاجه تسمى احترام الاستاذ. يعني يقدر التلميذ هذاك يسب الاستاذ عادي وما عنده حتى حياء معه، وبالنسبه ليه واحد كبير واحد صغير يقول له انت انسان من يومك عندك يوم انسان، وهذاك في عمره 70 سنه انسان. ما عندهمش هذيك انسان عنده تجربه وانسان كبير ونحترموه، ما كاش، ما عندهمش هذا الشيء هذا. ولذلك هو كي يكبر الاول اللي يديه لدار العجزه شكون؟ باباه يديه لدار العجزه. سما ما عندوش اخلاق، عنده نظام، عنده الامور المنظمه لحياته فقط. فوق هذا الشيء هذا ما كاش اخلاق. لو كان جا متخلق، لو كان هما اولى من هو بنعمته شكون؟ الله والوالدين، ولا لا؟ كي نرتبوا احنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، يعني كي تبدا اصحاب الحقوق شكون هما؟ نبدا بربي سبحانه وتعالى نعطي له حقه ونقدر حقق تقديره، والامر الثاني ما هو؟ بالوالدين، هما اولى النعمه، هم الذين اصحاب النعمه، فهم اللي جابوني في الدنيا هذه وهم اللي ربوني صغيرا. فالان نمشي الوالدين، هما لا، هما مع ربي اساءوا ومع الوالدين اساءوا. ولذلك اليوم بالنسبة لهم الوالدين ما عندهمش والدين، لا يوجد، يكبر ينسى الوالدين، ينفصل كما قال أحد علماء التربية، أصبح الكافر اليوم في حضارته ينفصل عن أمه وأبيه كما تنفصل البهيمة عن أمها وأبيها، ينفصل نهائيا ما يسمعش به حتى يعيطوا له يقولوا له راه مات باباك ولا يماك، روح تورث، روح تدي الدار. هذا ما كان، هذا وش يعرف. ولهذا شوف الآن احنا ديننا بنان الاخلاق نتاعنا، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. يعني اكرام الضيف عندك انت وش هو؟ تؤمن بالله. ولذلك شوف انت خير منه عايش، انت تقعد في دارك ويجوك الضياف وما دير لهمش حساب، ما ديرش حسابات، تقول هذوك انايا الشهريه تنقص وشحال قاموا للضياف هذوما، كل واحد فيهم شحال ياكل، عمرنا في حياتنا ما درنا الحساب. وربي ينزل بركه، وكاين بعض الناس بالعكس يفرح يقول لك يوم جاوا الضياف دوك تجيب بركه. دوك ربي يفتح علينا ويعطينا الخير وما شاء الله، والدار دائما مفتوحه للضياف. منين جاتك هذه؟ من الدين تاعك. يعني ما اجمل الاخلاق اذا كانت بدافع ديني. هذه التصحيح الاول، وهو ان اخلاقنا لوجه الله،
ماشي حضارة ولا نظاما ولا قانونا، وإنما لوجه الله. الشيء